بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في باب الهداية أنها من الله عز وجل من كتاب الكافي الشريف القرآن الكريم يدل على أن الهداية إنما هي من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله يقذف في قلب الإنسان الهداية فيهتدي، والإضلال بمعنى الخذلان، بمعنى ترك هذا الإنسان حتى يظل، ايضا من الله سبحانه وتعالى. وسنتلو الايات المباركات الدالات على ذلك. لكن بما ان الله سبحانه وتعالى حكيم فليس ارادته هدايه بعض من الناس، واضلال البعض الاخر من الناس، ليست اعتباطا. لأن الله يتعالى عن الاعتباط والعبث وإنما بحكمة فالإنسان الذي قبل الهدايات الإلهية الله سبحانه وتعالى يزيده هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم لكن الإنسان الذي يرفض هدايات الله سبحانه وتعالى، الله لا يقطع ألطافه عنه. لكن إذا استمر في الرافض، يوصل إلى مرحلة هذا الإنسان يفقد القابلية للهداية. فالله سبحانه وتعالى لا يهديه، بل يتركه وشأنه حتى يضل. ان الله لا يهدي القوم الفاسقين الفاسق هو الذي يخرج عن طاعه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هذا الانسان الذي خرج عن طاعته لا يتركه بل يرسل الطافه عليه الى الوقت الذي قلب هذا الانسان يصير في سواد يفقد قابليه الهدايه فالله سبحانه وتعالى يترك هذا الانسان وشأنه فإذا تركه ظل لولا ان الله سبحانه وتعالى يهدي الانسان الانسان يظل فهذا الانسان الله يتركه فهو يظل وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول إن الذين كفروا يعني كفرا بعناد إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم هذا الإنسان المعاند سواء أنذره النبي أو لم ينذره هذا لا يؤمن لماذا لان الله ختم على قلبه ختم على سمعه جعل غشاوة على ابصاره على بصره لماذا الله ختم على سمعه وعلى قلبه وجعل غشاوة على بصره ان هذا الانسان بعد ما الى قابليه اذا نريد نمثل مثال توضيحي من واقعنا انت عندك جهاز هذا الجهاز يصير في عطب وعطل تصلحه يصير عطب وعطل ثاني تصلحه لكن إذا هذا الجهاز كله صار عطل كله صار عطب تشوف بعد هذا ما إلى قابلية ما يسوى أن تصلحه تلقيه في القمامة وتأتي بجهاز جديد لو فد واحد جهاز كله عطل يريد يصلحه كله زين قد الناس يستهجنون عمله. الله سبحانه وتعالى يبدا الجميع باللطف، لكن اذا واحد عاند الله ما يتركه. يستمر في الطافه عليه الى ان هذا الانسان يفقد القابليه كاملا بسوء عمله. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى قد يمهله وقد يعطيه النعم. لكن هذا الامهال وهذه النعم ليست على سبيل الكرامه وانما على سبيل الاستدراج. "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار انما نملي لهم ليزدادوا اثما" في اية اخرى الله سبحانه وتعالى يقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. اما المؤمن الله سبحانه وتعالى اذا رزقه اذا نعمه فانما اكرامه على سبيل الكرامه. الله يكرم هذا المؤمن فلذا اعطاه هذه النعم. زين اذا مثل هذه النعم الله سبحانه وتعالى اعطاها للكافر المعاند هذا ليس على سبيل الكرامه وانما على سبيل الاستدراج. نمثل مثال عرفي لتتضح الفكره اكثر. هناك انسان قدم خدمات للبلد. تشوف مثلا الحكومه تكرم هذا الانسان بان تعطيه درعا مثلا او ميداليه او يعطونه مالا او جائزه او بيتا او ما الى ذلك. ما اعطي انما هو على سبيل الكرامه، تكريم لهذا الانسان. واحيانا اكو واحد مثلا مجرم يردون عن طريق هذا المجرم يكتشفون عصابه. زين. هم يدرون أنه مجرم لكن يتركونه وهم مراقبون له حتى يوصلون إلى رأس الخيط في هالفترة قد يحتاج إلى شيء بطريق غير مباشر يعطونه احتياجه يرسلون له يشوف فجأة حصل له مثلا فلوس يريد يسافر ما عنده فلوس فجأة يجي في حساب فلوس مثلا أو يطلع باسم جائزة أو ما إلى ذلك هو يتصور أن هذا خير له لكن ما يدري أن هذا إملاء واستدراج يطوب بعض الإمكانيات بعض الأمور الأخرى من حيث لا يشعر لكي يستدرجوه إذا هذا المثال اتضح الله سبحانه وتعالى أيضا بعض الكفار عندما عاند الله يريد يزيد عذاب لعناده لكن الله عادل لا يعذب إلا بمقدار استحقاق ذلك الإنسان زين هذا المعاند يستحق مثلا بسوء عمله مئة درجة من الدركات مئة دركة من دركات جهنم لكن عمله سيء هذا لازم يوصل إلى ألف درجة من دركات جهنم زين ابتداء يلقى في ألف دركة من دركات جهنم هذا ظلم لأن استحقاقه بمقدار مئة فالله سبحانه وتعالى يستدرجه يملي له يمهله يعطي إمكانيات يعطي أموال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم هذا معاند بسوء عمله الله يمهله حتى يزداد إثما حتى يلقى في دركات أسوأ من جهنم وفي الوقت نفسه يكون امتحان للمؤمنين يصبروا ليصبروا فالله سبحانه وتعالى يرفع درجاتهم إذا هي قضية متشابكة من طرف إملاء لهذا من طرف امتحان للمؤمنين ليزداد هذا دركاتا ويزداد أولئك درجاتهم وهناك حكم أخرى أيضا مذكورة في القرآن وفي الروايات في وقتها إن شاء الله إذا الله أعطانا فرصة ووفقنا راح نبينها زي. آية أخرى في المعاندين الله سبحانه وتعالى يقول كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين هؤلاء قبل بعثة الرسول صلى الله عليه واله، كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. لكن فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به. هؤلاء معاندون فالله سبحانه وتعالى لا يهديهم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم؟ في البداية كانوا يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه واله، لما يجدونه مكتوبا، بل كانوا ينتظرونه. او في ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول: "ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا"، "اولئك الذين لم يرد لم يرد الله ان يطهر قلوبهم"، لانه معاند بسوء عمله. في ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول: "ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم". زين فهؤلاء الناس ما هي قابلية للهداية الله يترك وشأنه لا يهدي فإذا لم يهده الله سبحانه وتعالى يظل أما ذاك اللي قبل الهدايات الإلهية إذا هم مرة شوية طلع من الطريق في بمعصية بترك واجب يتوب إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. في آية أخرى: "والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله" طلع من الجادة يرجع. زين الله يستمر في هدايته، بس واحد طلع 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 وهكذا كلما قيل له ما فاد وعاند يترك إلى أن يصل إلى جهنم كانوا يقولون لهم هذه آيات الله يقولون سحر 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 في يوم القيامة عندما يلقون في نار جهنم يقال لهم أفسحر هذا هذا سحرهم أي نار جهنم ذوقوا يلا إذا هذا اتضح يتضح الآيات التي تأمر النبي صلى الله عليه وآله بهداية الناس وهذه الآيات التي تقول لا يفيد هداية هؤلاء لأن هؤلاء معاندون فلا تفيد هدا فلا تفيد هدايتهم لكن إذا مو معاند أنت روح اشتغل في هدايته أو مو مبين أنه معاند لو مو معاند بين للجميع اللي إلى قابلية للهداية الله يهدي واللي معاند الله لا يهدي الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الشورى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم في آية أخرى الله سبحانه وتعالى في سورة النحل يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أنت أد تكليفك بلغ للجميع مو تقول هذا معاند فأتركه لا بلغ له كتبليغ حتى يوصل إليه لكن اذا وصل اليه ولم يؤمن فاتركه المره الاولى لازم تقول لانه المعاند مع غير المعاند مختلط وحتى لو ترى هذا معاند لازم الحجه تتم عليه زين اللهم عليهم الصلاه والسلام ايضا اذا كان واحد من الاصحاب يتمكن من الجدال متمكن مستمكن ولم تكن الظروف تقية والطرف المقابل مو معاند كانوا يأمروهم بالجدال ادعو إلى سبيل ربك روح اتكلم مع الناس لكن إذا الشخص ضعيف ما إلى حجة الحجة تحتاج لها إلى علم تحتاج لها إلى منطق واحد ضعيف ليست له حجة أو الظرف ظرف تقية خطر على الإمام أو على المؤمنين أو ذاك الطرف المقابل معاند فالأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا ينهون عن الجدال لا تروح تجادل إذا في ظرف تقية خطر أترك الجدال هشام بن الحكم هو في البداية كان منحرفا عن خط اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. لكن التقى بالامام الصادق عليه السلام فبعد ان التقى بالامام الله هداه. انه هو كان يجادل في مذهبه الباطل قبل ان يهتدي وكان منطيقا لكن الرجل كان طالب حقيقه. ما كان معاند. كان متربي في مجتمع من ابوين منحرفين. مجتمع منحرف فتعلم من ذلك المجتمع وكان هو مجادل وقوي في الجدال فكان يجادل بعنف وبخشونة زين عندما التقى بالإمام الصادق عليه السلام الإمام الصادق تكلم معه فالله هدى لأنه هو كان طالب حق بعد ذلك علمه الإمام المسائل الاعتقادية مثلا هو كان من المجسمة الإمام بيّن له أن الله ليس بجسم بيّن له الحقائق وفي اوائل كتاب التوحيد قرانا روايات كثيره الامام عليه الصلاه والسلام يعلم هشام بن الحكم كيفيه الجدال. مره الامام عليه السلام الامام موسى بن جعفر او الامام الصادق نهاه عن الجدال، ليش؟ لان الظرف كانت تقيه. واحد اخر الامام امره بالجدال لان الظرف لم يكن ظرف تقيه. وهكذا لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لثابت بن سعيد يا ثابت ما لكم وللناس عامة الناس الذين هم منحرفون عن طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام اشعدكم وياهم كفوا عن الناس اتركوهم ولا تدعوا أحدا إلى أمركم لا تدعوا أحدا إلى أمركم يعني إلى ما تعتقد عليه أو تعتقد به. لماذا؟ لأن الظرف كان ظرف تقية. تروح تجادل تعرض نفسك للخطر، خطر القتل وتعرض الآخرين لخطر القتل، فلا تروح تجادل. أو لعل ثابت هذا كان ضعيف الحجة. الإمام عليه الصلاة والسلام نهاه عن الجدال. فوالله لو أن أهل السماوات وأهل الأراضين اجتمعوا على أن يهدوا عبدا يريد الله ضلالته ما استطاعوا على أن يهدوه هذا الإنسان المعاند الذي الله أراد أن يضله لعناده فختم على قلبه وعلى سمعه وجعل على بصره غشاوة تقدر أنت تهدي؟ لا ما تقدر تهدي زين أنت منطقك وحجتك أقوى من منطق رسول الله محمد صلى الله عليه واله، وأقوى من حجته، علمك أكثر من علمه، بيانك أقوى من بيانك، كلا، ومع ذلك الرسول كان يجادل هؤلاء بالتي هي أحسن يجادلهم، وكان يبين الآيات، لكنهم للجوا في طغيانهم يعمهون. ناس لجوجين معاندين الله سبحانه وتعالى ما اراد من الرسول ان يكرههم على الايمان. الله اراد من الرسول ان يبلغ فبلغ فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الله سبحانه وتعالى يقول: عليك الحساب، عليك البلاغ وعلينا الحساب. انت تكليفك ان تبلغ وقد بلغت واديت المهمه باحسن وجه. لكن الله يريد يظل هذا الرسول هم يناقشه ما يفيد. ليش؟ لا لنقص في كلام الرسول. بل لنقص في ذاك الانسان لعناده. فالله يظله ايضا. لو أن أهل السماوات وأهل الأراضين اجتمعوا على أن يهدوا عبدا يريد الله ضلالته ما استطاعوا على أن يهدوه. ولو أن أهل السماوات وأهل الأراضين اجتمعوا على أن يضلوا عبدا يريد الله هدايته ما استطاعوا أن يضلوه. ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز الانتقام أكو ناس معاندون الله حولهم يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله يعني إلا الله يشاء مشيئة تكوينية هذا الانسان المعاند الله سبحانه وتعالى يشاء مشيئه تكوينيه ان يحول عناده الى ايمان يتمكن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء لكن ليس من المصلحه الله سبحانه وتعالى يريد للناس ان يؤمنوا باختيارهم لا ان يكرههم على الايمان لذا يقول ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون في ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول ومن يضل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون إذن الله واحد يريد يهدي لأن هذا الإنسان حسن الطريقة ليس معاندا الله سبحانه وتعالى ينور قلبه حس كل السماوات وكل الأرضين يجتمعون حتى يضلوا ما يقدرون قد يستعمل التقية معهم لا يجهر امامهم بما يعتقد بس يقدرون يغيرون قلبه بعد ان راى الايات بعد ان هداه الله سبحانه وتعالى كلا احنا عندنا نماذج كثيره من الناس من الكفار اسلموا او ناس كانوا من المخالفين لاهل البيت عليهم الصلاه والسلام فالله هداهم الى امر اهل البيت عليهم الصلاه والسلام زين هو في مجتمع كفار معاندون في مجتمع نواصب معاندون لكن الله هداه لم يجهر لهم تقية يمكن وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه زين هذا الرجل المؤمن من ال فرعون هو من ال فرعون لكن انسان لم يكن معاندا شاف الايات امن بموسى عليه السلام لكن يكتم ايمانه تقية منهم بعد ذلك الإمام يقول: كفوا عن الناس. اتركوهم. في زمان تقية اتركهم. لا تتمكن من الحجة، اتركه. هناك بعض الأحيان ناس إحنا شايفين هو يدرك الحجة. لذا يعتقد بها. لكن لا يتمكن من التعبير. حتى إحنا بعض الأحيان اكو أشياء ندركها ولا نتمكن من وصفها. يقولون يدرك ولا يوصف. أنت طعام لذيذ أنت أكلته والآخرين ما ماكل لحد الآن. تريد توصفه لهم ما تقدر. لقد أدركته أدركت طعمه. لكن إذا تريد توصفه لهم ما تقدر لأنه يدرك ولا يوصف. بعض الأحيان الإنسان يشوف حجة يقتنع بها لكن لا يتمكن من التعبير بها. اكو بعض فتبحث في مسائل أصول الدين يذكرون الفقهاء يذكرون بأنه يلزم أن يكون الاعتقاد بأصول الدين عن دليل لا عن تقليد ما تقول أبويا قال الله واحد وأنا أقول الله واحد لا هو الله واحد وأنت لازم تعتقد بالتوحيد عن دليل الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في كتاب الرسائل شنو يقول يقول المهم أن هذا الإنسان حتى لو عامي يدرك الدليل حتى لو ما يقدر يعبر عنه بالتعبير العلمي بالإصطلاحات العلمية مثل ذيك العجوزة اللي رآها الرسول صلى الله عليه وآله وهي تحرك مغزلها زين الرسول ما معناه سألها كيف تعرف الصانع فتركت تحريك المغزل قالت هذا المغزل على صغره يحتاج إلى من يحركه هذه السماوات وهذه الأراضين وهذه النجوم كذا لا تحتاج من يحركها الرسول حسب هذه الرواية المروية قال عليكم بدين العجائز زين هاي العجوزة ذكرت مطلب بديهي فطري اللي يعبر عنه العلماء بأنه الأثر بدون مؤثر محال تعبير اخر يمكن عنا ببرهان النظم. زين يمكن هي هذه ما تعرف هذه الاصطلاحات العلميه، لكن نفس المطلب روح المطلب تعرفه ادركته. زين هذا هو يصير دليل وبرهان. المؤمن لازم يعتقد بالله عن دليل، يدرك هذا الدليل، يمكن ما يقدر يعبر عنه، زين. أن. انت اللي ما تقدر تعبر عن هذا الدليل لا تعرض نفسك لجدال ونقاش. لانه ما تقدر تبين الحجه. هسه نجي في احاديث قادمه واحد ما يقدر يبين الحجه راح يخذل الحق بكلامه. واحد مسلم لا يتمكن من ان يستدل يجي يناقش مثلا واحد ملحد، ذاك الملحد يقول الله ما موجود وهذا يقول الله موجود، ذاك الملحد انسان منطيق المغالطات يموهها على الناس وهذا المحق لا يتمكن من ان يفصح بحجته، لا تروح الى هذا المجلس انت لا تتمكن لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها الله لم يؤتك المنطق لم يؤتك العلم لا تذهب إلى الجدال خلي غيرك يروح الإمام يقول ولا يقول أحد عمي وأخي وابن عمي وجاري ذول ناس منحرفين كذا أنا أروح أهديهم إذا هم معاندين أتركهم وشأنهم ابن نوح كان معاند زين على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام هو ما كان مقصر بالنسبة إلى ابنه لأنه النبي معصوم شغل الهداية لكن هذا الابن عاند يرى الآيات ولا يؤمن شاف الطوفان أبوه في اللحظة الأخيرة قال يا بني كم معنا لما تشوف هاي الآية الكبيرة قال سآوي إلى جبل معاند زين هذا اخوك ابن عمك ما ادري جارك كذا اذا معاند اتركه وشانه اذا انت ما تقدر تبين الحجه خلي غيرك يروح يناقشه يروح يتكلم وياه فان الله اذا اراد بعبد خيرا طيب روحه فلا يسمع معروفا الا عرفه الله يريد يهدي هذا الانسان هذا مو معاند الله يرتب وسائل الهدايه له إذا معاند الله سبحانه وتعالى يتركه, يتركه وشأنه أنت رحت فوق نزلت جو زين فعلت ما فعلت صنعت ما صنعت لا تتمكن من هدايته لأنه معاند إذا مو معاند الله سبحانه وتعالى يرى أن هذا الإنسان مو معاند وهو طالب حق يهيئ له وسائل الهداية إحنا شفنا كثير من الكفار أو من المخالفين اهتدوا إلى الإسلام إلى أمر أهل البيت واحد يقول صدفة صار، هو ماكو صدفة. الله سبحانه وتعالى شاف هذا انسان قابل للهداية، مو معاند، هو ديروح يريد يعرف الحق لكن الظروف ما ساعدته انه يعرف الحق من البداية، ولد في بيئة كافرة، في عائلة مثلا فاسقة. الله سبحانه وتعالى يهيئ له اسباب الهداية. انا رأيت واحد الله سبحانه وتعالى قد هداه. فذكرت له شنو سبب هدايتك فقال بشكل مختصر قال أنا شخص لست معاندا نعم ولدت في مجتمع هذا المجتمع منحرف يقول في يوم وأشتغل في محل في محل هذا المحل لبيع المنازل أو لإيجار المنازل يقول إجا واحد من المؤمنين وهو يريد يؤجر منزلا يقول آني عرفت أن هذا من أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يقول كان عندي هؤلاء كفرة يقول حاولت أن أناقشه يقول هو إنسان بسيط كان قال أنا على وشك سفر والآن ما عندي وقت لكن إذا الله وفقني راح أعطيك الكتاب الفلاني وذكر اسم الكتاب. يقول وبعد ذلك إلى يومنا هذا يعني إلى اليوم الذي نقل لي القضية يقول لم أره لكن هاي الكلمة منه الكتاب الفلاني علقت في ذهني. يقول في يوم من الأيام صدفة شفت هذا الكتاب فأخذته وطالعته وعلى أثر مطالعة ذلك الكتاب الله سبحانه وتعالى فتح لي بابا إلى أن اهتديت. زين الله كان يريد يدي هذا هيأ له الوسائل هو يمكن نحن نقول صدفة واحد جاي يأجر بيت وذكر بالصدفة كتاب اسم كتاب وراح في أمان الله لكن لا هذا الله سبحانه وتعالى هيأ له الوسائل ما عندنا شيء صدفة في العالم نعم نحن قد لا نعرف الأسباب نقول صدفة وإلا فلكل شيء علة المعلول بلا علة محال إن الله إذا أراد بعبد خيرا طيب روحه هسه شنو معنى طيب روحه؟ هل بمعنى انه يخلقه من طينه عليين؟ او بمعنى اخر هذا تفصيل ان شاء الله في المستقبل سنبينه. فلا يسمع معروفا الا عرفه. الى انه بين فطرته وبين هذا المعروف اكو انسجام. ولا منكرا الا انكره. زين؟ فتصير مقدمات يسمع معروف يعرفه يشوف كلام صحيح، يسمع معروف ثاني، ثالث، رابع، الى ان الله سبحانه وتعالى يلقي المعرفه في قلبه ثم يقذف الله في قلبه كلمة يعني كلمة الايمان كلمة التقوى يجمع بها امره يجمع بها امره لان الكافر امره فُرط كما يقول ولا تُطِع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فُرطا ليست ضمن نظام معين أما المؤمن ضمن نظام معين كالسلك الذي يجمع بين خرز السبحة هذا السلك يجمع بينها أما إذا هذا السلك انقطع شوف الخرز تنتشر في كل مكان من غير نظام الكافر هكذا وكان أمره فرطة لكن المؤمن أمره مجموع يعني الإيمان يكون الجامع بين أعماله كلها ضمن الضوابط الصحيحة ما يفعله وما يتركه إذن اذا انت ما تعرف النقاش لا تناقش خلي غيرك يناقش اللي يعرف اذا في حال تقيه الظرف كان تقيه موضوع التقيه متحقق لا تناقش اذا الطرف معاند اتركه لا تتعب نفسك لكن اذا كان الظرف ظرف مناسب وانت تتمكن والطرف مو معاند لا عندنا احاديث شريفة مثلا عبد الاعلى يسال الامام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول ان الناس يعيبون علي بالكلام وانا اكلم الناس يعني بحث العقائد علم الكلام يعني فقال اما مثلك ممن يقع ثم يطير فنعم واما من يقع ثم لا يطير فلا شوف الطائر هذا ينزل على الارض ثم يطير ويصعد هذا متمكن من الطيران اكو طائر فرخ صغير اذا هذا وقع على الارض لا يتمكن من الطيران هذا تشبيه الانسان اللي يدخل في الجدال اللي يعرف فنون الجدال وعنده علم يصعد وينزل في نقاشه قد يجاري الخصم ليوقعه إذا واحد يعرف فنون الكلام كالطائر الذي يعرف فنون الطير ينزل يصعد فوق جوه لا بأس. أما واحد لا يعرف كفرخ الطائر يسقط لا يتمكن من الطيران فيأتي القط مثلا أو حيوان مفترس فيفترسه، كلا. وهناك أحاديث أخرى في هذا المضمار موجودة في الكتب الحديثية تعرف النقاش ما في تقية الطرف مو معاند ناقشه وإلا فلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع أمرنا وإياكم على التقوى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين